السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير، الله يتقبل الحاج وحجمه مقبول وذنب مغفور الجميع. حجيج بيت الله الحرام لهاي السنة والسنوات السابقة والسنوات اللاحقة إلى قيام الساعة. الله يرحم اللي توفى من الحجاج، والله يشافي اللي تعرضوا لأصابات وحاليا يتعافون. حالة الوفاة لا شك اللي مكة المكرمة وإثناء الحج، وشخص رايح يعني بنية صادقة للحج، لا شك أنه هذه موته وإن كان مؤلمة للأهل وكذا، هو يعاني بسكرات الموت، لكن أيضا يعني إن شاء الله مثواهم الجنة، ولا شك أنه موت بأرض طيبة وطاهرة وفي أيام مفترجات، ونية إن شاء الله تكون صادقة. ولكن أيضا إحنا لازم نبحث علماء الأمة هاي، وأنا ما أرد أتكلم بالنيابة عنهم، بس أنا أتمنى علماء الأمة بالاستئناس برأي الأطباء وخبراء الجغرافيا والطقس والعمران وكذا، وإنه تكون يعني تفكير عميق، إنه صحيح هو حج بيت الله فرض من فروض الإسلام ومن استطاع عليها سبيلا، لكن هاي الفقرة من استطاع عليها سبيلا لازم نبحثها. هسه درجة الحرارة من صارت الحياة احنا صارت، يجوز سابقتنا الأمم جاية هي درجات حرارة، بس الحرارة صارت مو طبيعية. مرات تجي مرات الأنواع يقول لك، أنا قرأتها قبل الحج، حتى في أوروبا قالوا موجات حر السنة غير طبيعية، الحر يكون وارد أكو بهاي السنوات، وأكو بهاي السنة راح يجي، بس سبحان الله أشعة الشمس تكون بها أمور يعني مهلكة للإنسان، وهم ذول أغلبهم يعني كبار السن يعني، فأكيد يتأثرون. فأنا أقول علماء الأمة لازم يفكرون بشكل، هسه هذا ما بي خلاف يعني فقهي أو مذهبي أو تصير صراعات، هذا بحماية الأرواح، لا شك هي من كل الفرق والطوائف الإسلامية الوفيات، فمو هاي الطائفة معرض أنه أتباعها يتوفون ولا هاي، يعني على المسلمين ككل. فأتمنى ما تبقى التشنجات المذهبية وكذا، ابحثوا طريقة يعني، ما هل التفويج يعني مثلا بعد الزوال، أم أنه ممكن يكون يعني بالمساء. المملكة العربية السعودية لا شك هي خادمة البيت وخدماتها جليلة للحج منذ نشأة المملكة العربية السعودية، ولكن أتمنى أيضا انفتاح على الدول الإسلامية. هذه ما بيها مذهبية ولا بيها قبور البقيع وتبنونها أو لا وسياستكم، ولا إلها علاقة مذهبية. فأتمنى أنه طريقة شلون تأمن بيها إدارة الحج بطريقة يعني تخلي الوفاء للحوادث، نقلل الحوادث، ولكن خلي الوفاة يعني الإنسان بساعة الموت حق، وأنت ميت وهم ميتون، بس هذه يعني حوادث يعني كان ممكن تلافيها، يعني إحنا ما يصير نهمل الأمور ونقول لا الموت حق وكذا، تمام. فإحنا ليش نخلي مكيفات ببيوتنا ومكيفات بالمراكز التسويقية، ونسوي قوانين المرور ونحضر إسعافات وإسعاف جوي وكذا، وكن هي كل الأمور مستشفيات، وبعدين نقول لا الموت، إذا الموت حق إذا هاي كلها خلنا نلغيها. فإذا أنه نقدر نعمل على قدر ما الله يوفقنا سبحانه وتعالى لتقويل للوفيات وتقليل حتى الإصابات، فنعمل بها وما نبقى نركن أنه بهاي الطريقة الحار والشغلات وحجاج كبار بالعمر. شوف الطرق يعني أكو لا شك يعني أوقات الحاج يعني ممكن تكون بالمساء، يعني عصرا المغربية إلى حد صباح اليوم التالي، بظل التطور والبروجكترات والإضاءة وكذا. يعني هسه تقول لي فرض الإسلام بهيش ساعة، ما بيها يعني قرآن منزل يعني، فقط تفاسير الأمة وكذا، ولكن إحنا عندنا تعاليم دينية قوية حتى بالآيات القرآنية تحثنا أنه ممكن نحمي حياة البشر، ولا يعني عندنا مفهوم الأهم والمهم موجود هذا، فالأهم شنو؟ حماية النفس البشرية. المهم أنه الحج، بس الأهم هو حماية البشر أهم من كل شيء، تمام؟ لو حكي بيه غلط.
كذلك يعني كثير لا ضرر ولا ضرار، قاعدة لا ضرر ولا ضرار هاي هم بيها تفصيل يعني، هاي تعطينا جواز وكثير أمور يعني، وإن الله يريد منكم اليسرى إن اليسرى والعسر تمام، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عدة أمور يعني حديث وآيات قرآنية وأحكام وحديث قدسي تعطينا تساهيل، هاي التساهيل لازم نستفاد منها ونسهل على الناس، ولا نبقى احنا مشنجين ومتمسكين بأمور. وإذا عادت دورة الزمن ويرجع الحج في أوقات الشتاء أو الخريف أو الربيع، هي فقط يعني الأشهر الحارة بالصيف عز الصيف، يعني حزيران تموز آب، هن ذن الثلاثة من يجي بيه الحج تكون هاي الوفيات تكثر، باقي هو الوفاء لازم يعني وين ما كان الوفاء، أنا ما أقول الوفاء لازم ما تحدث، لكن نقلل بيها وما نخليها بسبب حار بسبب هاي، ولو بالشتاء مرات أيضا الأمطار وكذا، بس الأمطار أهون وممكن نتعامل مع البرق وهاي الأمور. تحياتي ومثل ما أقول الله يرحم المتوفين، ومبروك للي حجوا، والله يحفظ الباقين، وتحياتي لكم، السلام عليكم.